مساء الخير أعزائي المشاهدين برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج بكرة الجمعة بداية كل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير وكل عام وبلدنا الأردن الحبيب والعائلة الهاشمية والشعب الأردني والعائلة الهاشمية على رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله بألف خير بمناسبة رأس السنة الهجرية 1435 and هجري اليوم ان شاء الله راح نقضي انا وياكم وقت ممتع بتمنى انه تنبسطوا معنا في سهرتنا لليوم راح اكون انا معكم رشا عصفور من هلا للساعه 12 المساء بدايه بدي استعرض انا وياكم فقراتنا لليوم راح نبدا اول فقره طبعا باستعراض ابرز الاخبار اللي كانت خلال هذا الاسبوع وبعد هيك راح يكون معنا الضيف مرشح الدائره الاولى للانتخابات التكميليه في عمان الدكتور عصام الخطيب مرشح حزب الوسط الاسلامي رح ندردش احنا وياه شوي وضيفنا الثاني رح يكون منسق معرض النفط والغاز الطبيعي والصخر الزيتي الذي يقام للمره الرابعه على التوالي في الاردن رح نتعرف على هذا المعرض القطاعات اللي كانت مشاركه فيه ضيفنا الاخير ايضا رح يكون مدير ثقافه البلقاء وهو السيد وصفي الطويل البطاينه اليوم كانت في فعاليه في محافظه البلقاء الدار دارك افتتحها طبعا اليوم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور رح أحكي اكثر عن هالفعاليه مع السيد وصفي فاصل قصير ورح نبدا اولى فقرات بكره الجمعه خليكم معنا أبرز الأخبار طبعا اللي كانت موجودة خلال هذا الأسبوع نقينا لكم إياها نبدأ في الخبر الأول استياء في الاوساط الصحفيه من اقتحام قوات الامن لصحيفه الراي حيث اقتحمت قوات الامن الاربعاء مساء مبنى صحيفه الراي في عمان لاخماد احتجاجات العاملين فيها حيث يعتصم الصحفيين للمطالبه باقاله حكومه سور ومجلس اداره الصحيفه برئاسه علي العايد وتلبيه مطالبهم برر النائب معتز ابو رمان قيامه بتصوير ورقه الاقتراع في انتخابات في انتخاب رئاسه رئاسه النواب عبر هاتفه بالقول ان القصد الحقيقي للتصوير هو لتوثيق الالتزام بالتحالفات والاتفاقيات بين الكتل حيث ان التصويت كان على اساس تكتلي وليس قريبا. ووزارة التربية والتعليم تحقق بفقدان 40 ألف دينار حيث يبلغ عدد المستندات المفقودة أربعة تم صرفها خلال أشهر آذار ونيسان وأيار من العام الحالي طالبت نقابة المعلمين الأردنيين بسحب جميع نسخ مادة اللغة العربية القديمة للصف الرابع الأسنة الطلبة والمدارس لعدم احتوائها على كلمة احتل العدو الصهيوني بأحد صفحات الكتاب والاختلاف في المنهاج بين النسختين القديمة والجديدة اكدت التقارير الطبيه والاخباريه ان الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات توفي مسموما باليورانيوم المشع بناء على تحاليل لسويسرا لعينات اخذت من جثته وبين فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي طفل رضيع في العراء وحوله أربع ثعابين كوبرا تحرسه لكن أبدى المشاهدين دهشتهم واعتبر الآخرين أنها خدعة تقوم عليها بعض قبائل الهند حيث تقوم بإزالة أسنان ثعابين الكوبرا وسحب السهم لتكف أذاها عن البشر وأخيرا طبعا نصل إلى الحالة الجوية اليوم بكرة الجمعة بتتأثر المملكة بحالة من استقرار الجوي ويكون الطقس غائما أحيانا وتسقط زخات متفرقة من المطر قد يسحبها الرعد أحيانا خاصة في المناطق الشمالية والشرقية وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية هيك بتكون هاي ابرز الاخبار اللي اخترنا لكم اياها من هذا الاسبوع راح نروح فاصل قصير وراح نستقبل عنا مرشح الدائره الاولى في عمان الدكتور عصام الخطيب مرشح حزب الوسط الاسلامي خليكم معنا مرشح الدائرة الأولى زي ما حكينا في عمان الدكتور عصام الخطيب مساء الخير أهلا وسهلا فيك مساء الخير وكل عام وأنتم بخير يعطيك العافية يعني إحنا بنعرف مدغوش بالانتخابات إحنا إن شاء الله مش راح نطول عليك راح يكون لقاءنا هيك خفيف إن شاء الله يعني بداية أنت مرشح عن الدائرة الأولى للانتخابات التكميلية في عمان احكي لنا مين هو الدكتور الخطيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين انا اسمي عصام الخطيب مواليد مدينه عمان مواليد بكل فخر واعتزاز مواليد مخيم الحسين وكنت اسكن ذلك المخيم ما بين منطقه المخيم وبين منطقه سفح النزهه ومن ثم انتقلنا إلى منطقة جبل القصور عشنا فيها تقريبا خمسة وثلاثين عاما ومن ثم انتقلت ما بين جبل القصور والنزهة والمخيم عشت طفولتي في مخيم الحسين ومن ثم في جبل القصور دراستي في مدارس وكالة الغوث ومدارس الحكومية في مدرسة بكل فخر واعتزاز مدرسه الامام الشافعي الثانويه في جبل قصور مم. اتممت منها دراسه الثانويه العامه وكنت من الطلبه المتميزين والمتفوقين في الدراسه وفي العمل الاجتماعي أكيد يعني ما والعمل دكتور. التطوعي مم. لو ما كنت <applause> <يوم> ما بنشوف <applause> الدكتور تسلم. ولكن حقيقه واجهتني ظروف اجتماعيه مم. اقتصاديه صعبه جدا حيث توفى والدي رحمه الله مم. وعمره 44 عاما وكان اخواني كلهم ايتام وكنا نعيش ظروف اجتماعيه صعبه بعد وفاه والدي كنت ايامها بالثانويه العامه انتقلت الى الجامعه الاردنيه للدراسه وقبلت في الجامعه الاردنيه ولكن وبسبب الظروف الاقتصاديه والماديه انفصلت عن دراستي الجامعيه الا ان هناك شخص هو الان بجوار ربه معالي الدكتور عبد العزيز الخياط كان في ذلك الوقت عميدا لكليه الشريعه في الجامعه الاردنيه. دعاني الى مكتبه ومنحني قروضا طلابيه تسدد بعد انهاء الدراسه. واستطعت ان اكمل دراستي ولكن كان همي كذلك بعد وفاه والدي اخواني كانوا جميعهم يعني صغار او يعني دعيني بكل تواضع كانوا ايتام. وكانوا بحاجه الى رعايه وبحاجه الى مصروف فكنت وانا أع... وانا ادرس في الجامعه كنت اعمل كذلك في مهن مختلفه مهن شعبيه فلذلك اشعر بمدى 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 وصعوبه الظروف الاقتصاديه اعيشها انا والتي اشعر بها مع ابناء شعبي في الدائره الاولى خاصا ذاكرا المخيمات وابناء المحطة وابناء النزهة والقصور فلذلك انا جميع المنطقة الاولى هم ابناء دائرتي ولكن وبنفس القدر وبنفس الاسلوب وبنفس الاعتزاز والفخر انني من مواليد 1963 في مخيم الحسين الا انني عشت كذلك عشت كذلك في منطقة دير الجن ودير الكهف وصبحة وصبحية وتل الرماح وعشت كذلك في وادي موسى فالأردن كلها بلدي لذلك أقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم صحيح لذلك فكل الأردن هم شعبي وإن شاء الله إذا شاءت الظروف وإن كان هذا الأمر الذي أسير عليه فيه خير لي ولديني ولأمتي ولشعبي اللهم يسره لي وإن كان على عكس ذلك فاللهم مصرفه عني ويستره لغيري ماشي دكتور خلينا بدنا نعرف كمان شوي لماذا تم اختيارك أنت بالذات يعني من حل إسلامي لكن معانا اتصال ألو مساء أهلا كيف حالك؟ الله يسعدك تمام يا هلا أنا اسمي سمية الشرمان من أربي أهلا أهلا يا سمية أهلا إحنا من حي الأخ الدكتور مصطفى الخطيب عصام عصام الخطيب احنا بنعرفه وعصيته وكرم وجوده واحنا ان شاء الله كلنا معه اها الله يسعدك شكرا يا سميه شكرا يعني دكتور بدي ارجع آه، انت الـ الـ يعني كنت آه، اختاروك حزب الوسط الاسلامي لا تمثلهم في آه، مجلس الشعب آه، لماذا تم اختيار الدكتور عصام شكرا. الخطيب اولا يعني لابد من من اختيار اول شيء انا اتشرف واعتز بهذا الترشيح من حصة الإسلامي حزب الوسط الإسلامي طبعا هو حزب وسطي ونحن مع الوسطية والاعتدال كوني من أبناء الدائرة الأولى ومن عاش فيها حياته فأنا أعرف جيدا هموم الدائرة الأولى أعرف معاناته أعرف الظروف التي يعيشون بها فهذا هو من الاسباب التي دفعت حزب الوسط الاسلامي لترشيحي اضافه الى ذلك انني احمل مؤهلا علميا يؤهلني لهذا المنصب انني احمل درجه البكالوريوس في علم الاجتماع والعلوم السياسيه والماجستير والدكتوراه في الدراسات الاقتصاديه والاستثمار يعني أنت لديك خبرة في العمل السياسي ولديك خبرة أيضا في العمل العام وأيضا أطلق عليك المرشح الشعب بدي أبدأ في العمل الاجتماعي كم صار لك تقريبا في العمل الاجتماعي العام؟ والله أنا عضو أكثر من حوالي 25 جمعية خيرية أكثر وكذلك أنا رئيس لبعض الأندية الشعبية كرئيس نادي فخري كذلك يعني ممكن استطيع بالنسبه للعمل الاجتماعي فهذا العمل متاصل من خلال التنشئه الاجتماعيه صحيح. التي ت... التي كنت انا انشا بها حاله الفقر وحاله لا اريد ان اقول حاله الجوع كذلك طيب قديش فأنا... بتشوف المرشح بيكون عنده خبره في العمل الاجتماعي وقريب من المجتمع، أديش بيقدر يمثلهم في المجلس هو ولذلك الشعب؟ لذلك هم اطلقوا علي لقب وانا بكل فقر واعتزاز وتواضع اطلقوا علي مرشح الشعب <applause> حقيقة حقيقة أود أن أذكر لك قربي والتفاف الجماهير حولي في هذه الانتخابات النيابية والله لو تذهبي معي وتربي أم عينك الالتفاف الشعبي الحولي ربما لا استطعت أن تجيبي بنفسك التفاف شعبي لم يسبق له مثيل في, جميل. في تاريخ آه. في تاريخ تاريخ في تاريخ الانتخابات النيابيه ولكن ولكن اريد ان اقول اقول لك شيئا في غايه الاهميه في غايه الاهميه هذه الانتخابات هي تكميليه والحمد لله انها انتخابات تكميليه انا عندما تم ترشيحي من حزب الوسط الاسلامي للانتخابات النيابيه انا اعتقدت بأن الانتخابات النيابية وأول مرة أنا أنزل على الانتخابات ليس لي خبرة سابقة في الانتخابات لا بلدية ولا برلمانية ولكن اعتقدت بما أحمله من معاناة شعب من معاناة مخيمات من معاناة عمل كنت عصاميا في حياتي علمت نفسي بنفسي لم أرث عن والدي توفاه الله والدي ويحمل من الدين 270 دينار فأنا ابن الشعب وابن الطبقة الدنيا وليس الطبقة العليا وأحمد الله على ذلك شاكرا حامدا ولكن عندما ترشحت اعتقدت وهذا اعتقاد وأنني الآن كنت مخطئا به ولكنني الآن أفتخر به اعتقدت بما أحمله من مبادئ وقيم وحبي للناس وحب الناس إلي اعتقدت بأنها وبعض رأس المال التي أستطيع أن أعمل الحملة الدعائية البسيطة بالمناسبة